السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من شاطئ تمارا، شاطئ تمارا اللي معروف بكازينو، شاطئ اللي صراحة كيجيلو الناس من مجموعة من النقط، مجموعة من المدن من المملكة المغربية. اليوم الاخوان كما كتشوفوا معنا، كنظن جوج في شهر 6 بدات كتدخل الاجواء الصيفيه، بدات كتدخل الاجواء ديال الصيف، وكنشوفوا امور اللي هي نقيه في الهرهوره، كنشوفوا امور اللي هي نقيه. فكنتمنى من الله انه رواد الطرق الساحلية ولا الشواطئ ديال الهرهورة تمارا انهم يحافظوا على الشواطئ، على الجمالية، على نقاء الشارع، لان كنعرفوا انه كتبذل مجهودات كبيرة من طرف جماعة الهرهورة وعلى رأسهم السيد الخريف اللي صراحة كيوقف على كل كبيرة وصغيرة وكيجبع الأمور عن كتاب. اليوم كنبغيو نهضرو على الهرهورة والتطورات الكبيرة اللي عرفاتها، في انتظار إن شاء الله أن تستمر العملية، وحنا كنعرفو الأشغال المهمة اللي كاينة في طريق الفلاح والأشغال الكبيرة المتعلقة بإعادة إيواء قاطيني دور الصفيح في الهرهورة للوجهة، كذلك مدينة الصخيرات. وبالمناسبة كنتمنى من الله أنه الأسر اللي شملات العملية ديال الهدم ومخلصة الواجب ديالها ومسوية الوضعية القانونية والمالية فيتسلموا لها المفاتيح ديالها إن شاء الله وتمشي الأمور مزيان. مجموعة من العائلات اللي خلصوا الواجب ديالهم واللي جاوا في المشروع ديال البساتين، كاين اللي جا في الجروب جي اش 4 وكاين اللي جا في الجروب جي اش 7، باقي لي حدود الساعه ما تسلموش المفاتيح ديالهم. ملي كيمشيو عند النوطير كيقول لهم باقي واحد المشكل تيتقاد. شنو هو هذا المشكل؟ فكنتمناو من الجهات يعني المسؤوله في هذا الباب هذا دخل، لان الناس خلصوا الواجب ديالهم ويبقى يتخبطوا في الكرا بدون فائده، يعني غيبقاو غادي في الخساره كما كنقولوا. فنتمناو من الله ان هذا المشكل يتحل باش الناس يدخلوا يسكنوا. وكما كتشوفوا ف الهرهوره كانت عرفات اشغال مهمه، اشغال كبيره، كاين برامج مسطره من طرف الجماعه ديال الهرهوره فصل الصيف ان شاء الله، والامور اللي غادي تكون معاه لا من مرافق لا من امور مهمه اللي غادي يلقاوها ان شاء الله زوار جماعه الهرهوره. فنتمناو من الله الخير والتيسير، ونتمناو من الله الافضل لمدن عمالة صخيرات تمارا، لاننا شفنا واحد الحركة انتقالية مهمة في مجموعة من النقاط بعمالة صخيرات تمارا، تغييرات كبيرة. فكنتمناو من الله حتى المواطنين ينخرطوا في الامور الايجابية اللي غادي تعطينا واحد الامور مهمه من اجل النهوض لتنميه المدن، من اجل تغيير السلوك، من اجل المضي قدما ان شاء الله نحو الافضل. فاليوم كنشوفوا الطريق الساحليه واحد الجماليه، واحد الصوره مميزه. ففي انتظار ان شاء الله كذلك الطرق الموازيه في الجنبات ديال الطريق الساحلية، وفتح مجموعة ديال الطرقان اللي غيخليونا نكتشفوا الهرهورة أكثر وأكثر إن شاء الله. فاللي كان بنأكد لكم متابعينا الكرام، لازلنا لحدود الساعة في تراب جماعة الهرهورة. هذه هي الصور الحصرية. كاين اللي غيسولني واش الهرهورة باقي فيها البرارك، غنقول لكم وي باقي واحد الفئة قليلة
كاين دواور اللي هما صغار، وحتى العدد ديال الناس اللي باقي ما ريبوش، يعني عدد قليل ديال الاسر اللي باقي ما ريبوش، لان كيتسناو ان شاء الله تسوى الوضعيه ديال الملفات ديالهم، وان شاء الله غتمشي الامور في احسن الاحوال ان شاء الله. بين اجمل الشواطئ بالغرغوره هنا في الجنبات ديال هاد الفيلات هادو، طريق مباشر كدينا المدخل ديال طريق السيار او البدال ديال عين عتيق. هنا في اليمين ديالنا كندخلو في الاتجاه ديال الفندق، فندق ارزانا، من اجمل الفنادق بعمالة صغيرة تمارا. الناس اللي كيسولوا على الفنادق في العمالة، كاين فندق هنايا، كاين امور اللي غادي تكون زوينة ان شاء الله، كاين مقهى، كاين فضاء قرية سياحية، كاين امور اللي هي مميزة. صور جميلة في انتظار شوية صور كذلك ان شاء الله في مجموعة من الاحياء الشعبية ان شاء الله. اكيد غنشوفوا تغييرات مهمة، لان صراحة كنشوف حتى السيد الوالي يعني واقف على الامور، كيواكب حتى كل كبيرة وصغيرة. هنا بالجنبات ديال وادي كم نشوفوا اشغال كذلك ديال تثنية القنطرة المؤدية الى مدينة الصخيرات، جماعة الصخيرات. كنتمنوا من الله تبذل مجهود كبير وكبير بزاف، كتسنى خدمة كبيرة جماعة الصخيرات. نتمنوا من الله الخير والتيسير، هادشي اللي كنتمنوا الاخوة، نتمنوا من الله الخير والتيسير. هنا الاشغال ديال تثنية القنطرة، قنطرة وادي كم، الى هنا متتبعينا الكرام، نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، دائما مع الجديد ديال القاطيني، دور الصفيح، مشاريع عمالة الصخيرات تمارا، اخر التطورات، مجموعة من الامور، فنتلاقاو فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.